صلى الله عليكم. والسائل: زوجتي كان عليها قضاء رمضان من قبل 13 عاما ولم تكن تدري أن عليها إطعام، فهل تطعم عن 13 عاما أم عن سنة واحدة؟ كيف؟ يقول: إن زوجتي كان عليها قضاء رمضان من قبل 13 عاما ولم تكن تدري أن عليها إطعاما، هل تطعم عن 13 عاما أم عن سنة واحدة؟ عليها القضاء، عليها القضاء، تقضي ما افطرته من أيام رمضان تقضي. وإذا كان تأخيرها للقضاء من غير عذر فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا، مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، ولا يتكرر كل سنة، لا، تطعم مرة واحدة. نعم.